النهارده اصبح جدول ترتيب الدوري العام كالتالي: الزمالك في المقدمه 67 نقطه من 29 مباراه، الاهلي 65 نقطه من 29 مباراه، المصري وصل للنقطه 49 واللي حصلني يكسرني، راح في حته صعب قوي حد ينافس المصري على المركز الثالث، 49 نقطه من 30 مباراه. بيراميدز بخسارته النهارده فضل في المركز الرابع 43 نقطة من 30 مباراة. سموحة خامس 41 نقطة لكن من 29 مباراة، بمعنى لو كسب الماتش الجاي هيبقى لعب 30 مباراة زي بيراميدز ويعدي بيراميدز وياخد من بيراميدز المركز الرابع ويبقى هو 44 نقطة، ده لو كسب الماتش الجاي. الاتحاد السكندري خامس 41 نقطة 29 مباراة، ينطبق عليه نفس الكلام اللي انا قلته على سموح. ام بي سابع 39 نقطة من 29 مباراة. طلائع الجيش تامن 38 نقطة 29 مباراة. الجونة تاسع 37 نقطة 30 مباراة. مقصة العاشر 37 نقطة 29 مباراة. سيراميكا ال 11 36 نقطة 29 مباراة. الإسماعيلي ال 12 34 نقطة من 29 مباراة، بس الواقع هو 37 نقطة في 3 نقاط مخصوم. غزل المحلة ال 13 33 نقطة من 29 مباراة. المقاولون العرب بمكسبه النهاردة المركز ال 14 32 نقطة من 30 مباراة، وراح في منطقة أنا بقول آمنة تماما. البنك الأهلي في المركز ال 15 29 نقطة من 30 مباراة، لو صمد الدقيقة الأخيرة النهاردة كان راح للنقطة 32، كان استريح زي سوري النقطة 31 كان استريح بشكل كبير جدا، لكن قدر الله وما شاء فعل. مركز ال 16 أسوان 27 نقطة من 30 مباراة في اللعبة تماما تماما تماما. وادي دجلة في المركز ال 17 عنده 24 نقطة من 29 مباراة، لو كسب الماتش الجاي هيبقى عنده 27 نقطة زيه زي أسوان ويتساووا في عدد المباريات اللي لعبوه. تاج الحربي موقفه عصيب جدا في المركز الأخير 20 نقطة من 29 مباراة. مباريات الغد الجمعة بمشيئة الرحمن عندنا بكرة مباراتين: سموحة أمام طلائع الجيش الساعة 7، ووادي دجلة أمام الاتحاد السكندري الساعة 9. يوم السبت عندنا 3 مباريات غاية في الأهمية: سيراميكا أمام غزل المحل تحصيل حاصل، لكن الإسماعيلي أمام الزمالك الساعة 7 معركة كروية، الأهلي أمام إم بي الساعة 9 معركة كروية أخرى. يوم الأحد يختتم هذا الأسبوع بالإنتاج الحربي ومس المقصة في محاولة من الإنتاج الحربي لإمكانية التنفس.